حلوه هاي مصطفى، انا متاكده اليوم راح تبدا اكيد. هواي اشياء حلوه اكيد. احنا كلش فرحانين بصراحه اليوم بتاسيس قناتنا للسنه الخامسه ودخولنا بالسنه السادسه. اضافه الى ذلك اليوم احنا موجودين ومتواجدين بالاعلام العراقي اكيد من محبتكم وثقتكم بينا، صح يا هباوي؟ بالتاكيد. أكيد يا شهلا. اكيد يا هبه. كل عام قناه زاكروس الفضائيه مره ثانيه بالف الف خير، وراح تكون حلقتنا لهذا اليوم مستمره بهذه الفعاليات الجميله. بالتاكيد. وايضا من التهاني المميزه اللي راح تكون معنا في بدايه الصباح ومشوارنا الصباحي لهذه التغطيه الخاصه بذكرى تاسيس شاشه قناه زاكروس الفضائيه، تنضم معنا عبر الهاتف الست هيفاء الحسيني مدير مقر قناه زاكروس الفضائيه في بغداد وباقي المحافظات. يا صباح الخير ويا صباح العافيه. صباح الخير هبة. يسعد لي صباحك. صباح النور سادرنا المميز. صباح الخير همسة، رغد، شهلاء، مصطفى، سامر. صباح الخير عليكم. كل عام وانتم العطاء، كل عام وانتم التسامح والتعايش والتآخي، كل عام وانتم خلية نحل تعمل بتواصل مستمر لإنجاح هذه القناة. الحمد لله خلال هذه الفترة القليلة قدرنا انه نثبت لكل الناس انه احنا فعلا لدينا رسالة سامية، هي رسالة التعايش والمحبة والسلام. الحمد لله قدرنا ننجح، قدرنا ندخل كل بيت عراقي. اهن الإدارة في أربيل، واهن كل كوادرنا في اقليم كردستان، اهن كوادرنا في كل محافظاتنا العزيزة بهذه المناسبة. الحمد لله دخلنا كل بيت عراقي وأصبحت قناة زاكروس من القنوات الأولى برسالتها السامية، رسالتها المتميزة ببرامجها. أهنيكم أنتوا يا أبطال، وأهني أيضا الكوادر اللي كانت خلف الكواليس اللي تعمل ليل ونهار لإنجاح هذه القناة. زاكروس أصبحت اليوم من القنوات الأولى. الحمد لله ثبتنا رسالتنا، ورسالتنا كانت واضحة ومستمرة، التعايش والمحبة والسلام. وأصبحت اليوم زاكروس بيت لكل العراقيين. زارونا هيئة الإعلام والاتصالات وأثبتوا بحديثهم لنا أنه قناة زاكروس من القنوات المهمة والجيدة، ومقر بغداد مقر مهم جدا، جمع كل المثقفين والأدباء والسياسيين. الحمد لله قدرنا انه نقول لكل العراقيين احنا موجودين، احنا قادرين ننافس القنوات الاولى، واصبحنا بالفعل من القنوات الاولى بشهاده كل السياسيين والمثقفين والادباء. اهنيكم واهني نفسي واهني كل كوادرنا. الحمد لله واشكر كل الجهود المتواصله لانجاح هذه الرساله. كانت جهود متواصله بصراحه من اربيل لإنجاح رسالة التآخي والتعايش والمحبة. هذا النجاح كله ست هيفاء إذا تسمحي لي، أكيد 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 صار هذا النجاح الإدارة الناجحة من قبل حضرتك، والإنسانية اللي موجودة وروح المحبة اللي تسود تحديدا مكتب بغداد. فأكيد هذه الجهود أولا أنت حثيتين عليها، وأكيد محبة الكادر والود اللي موجود إحنا بيناتنا. إن شاء الله كل سنة وأنتي موجودة ويانا على الخير والصحة والعافية، وكل سنة إحنا نحتفل مع بعض بهذه المناسبة المميزة. أكيد ست هيفاء الحسيني اليوم هي مثال. نعم ست هيفاء الحسيني اليوم أنتي مثال لكل امرأة عراقية، وفخر إنه بصراحة حبيبتي همسة أنتم مميزين. شكرا لك. تثبتون هذه الرسالة، عمل متواصل، عمل مستمر. أشكركم، أشكر الإدارة، أشكر أبو علي، أشكر أم ديان، أشكر كل العاملين اللي عملوا معانا حتى ننجح في بغداد يعني، ودعم الإدارة أيضا في أربيل. الإدارة كانت داعمة كل الدعم قوي لإنجاح هذه الرسالة. فأحبكم هواية، ولو أني شوية مريضة يعني كنت أتمنى حتى أكون وياكم، لكن دائما وياكم دعمكم، لأن أنتم شباب متميزين. والحمد لله رسالة زاكروس المهمة دعم الشباب والطاقات الشبابية. شكرا لكم يا أحلى كوادر، عملتوا خلية نحل ودخلتوا كل بيت والناس تحبكم، والحمد لله. شكرا لكم، وكل عام وأنتم الحب والعطاء
كل عام وانتم الازدهار، كل عام وانتم المستقبل اللي يثبت للعالم ان الطائفيه والبغضاء كلها راحت وانتهت، لان رسالتنا اكبر من كل هذه المسميات، رسالتنا هي التآخي والتعايش. اشكركم واحبكم كلكم وكل عام وانتم بخير. واكيد محبه الكادر كلها توصل إليش من خلال انت تعرفين احنا ايش قد احنا نحبك باسمي وباسم كل طبعاً. الكادر شباب وبنات وخلف الكواليس بالتاكيد شكرا إليش، شكرا لكل العطاء اللي قدمتيه من الناحيه المهنيه على الصعيد الاعلامي واكيد من الناحيه الانسانيه للافراد اللي موجودين داخل المؤسسه. شكرا إليش ونتمنى لك يا ربي نهار سعيد ان شاء الله. أكيد يا هبة، شكرا للست هيفاء على هذه الكلمات الحلوة والتهاني الحلوة والكلمات اللي هي مليئة بالازدهار ومليئة بالجمال، دائما تنطينا الطاقة الإيجابية والطاقة الحلوة حتى تخلينا دائما فخورين أنه نقدم هذا البرنامج أو نقدم برامج بقناة زاغروس الفضائية قناة العائلة العراقية. شكرا إليك ونتمنى لك الصحة والسلامة والعافية.